السلام عليكم، كيف الحال يا جماعه؟ عساكم طيبين، معكم اخوكم عمر، واليوم جيناكم في جديد من لعبه روبلوكس. طبعا حبايبي نزل تحديث الهالوين في لعبه MM2، فقلنا نجرب. هذا هو، شوفوا كيف ما شاء الله ما شاء الله، والله مبنى وظلام وحركات. فابي اشوف وش التحديث اللي اضافوه وايش الاشياء اللي موجوده من اسلحه. الله يسعدكم حبايبي، لا تنسون تحطون لايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات وانشروا هذا الفيديو في كل مكان. خلونا نقول بسم الله على بركه الله نبدا. بسم الله. طيب يا حبايبي، قول لي شوف كيف المباني متكسره. وات هذا مدي اسولف معه، شوف كيف، يا ساتر، في اسلحه في حركات، والله والله اوف 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 اوف. لا والله شيء جديد يا جماعه، انا اول مره صراحه اشوفه. وش ذا؟ طب وين الهدايا؟ وين الناس؟ كيف نسولف؟ يا ساتر، خلينا نشوف ذا الحبيب ايش يقول. هذا يرحب فينا عشان الهالوين، اوكي مو مشكله. اوكي لا شوفوا شوفوا الأسلحة كيف، هذه شكلها قوية. إيش السالفة؟ وات والله غالي الأسلحة، تشتريها ب3000 ومدري كم روبوكس، والله غالية يا حبيبي، آسف. أيوة تشتري هذه العملة. أي حلو حلو حلو. طبعا هذا هو البوكس يا جماعة الخير، خلينا بعد نشوف. ايوه والله انا اتمنى تجيني الهراوة صراحة. شوفوا هذا المكان كله زومبي، استر عليه، وش ذا المكان محترد. طب يمديني اجي هنا؟ اي والله، لا والله ما يمدي، والله يا حبيبي نار. طيب بشوف البيت هنا، فيه شيء غيره فيه شيء؟ والله ما في شيء متغير، بس تحس ان البيت متكسر. طيب اوه هنا بعد، خلوني اشوف. ليش ما اقدر ادخل يا الحبيب؟ ابي ادخل، ما قدرت والله. طيب مو مشكلة عوافي، بروح الحين اشتري وبجرب حظي، بفتح ان شاء الله انه يطلع لي شيء اسطوري، ان شاء الله يطلع لي شيء سلاح كذا لونه وردي. خلونا نقول بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. ايوه عندك يا عمر عملة الكاندي. انا اول شيء ابغى اشوف الصندوق الواحد بكم؟ ب600، حلو ب600 جميل. طيب انا شريت يا جماعة الخير ب20000، الحين عندي 20000، يعني تقريبا تفتح لي حول كم؟ 33 صندوق تقريبا. طيب سمي بالله يا جماعة الخير، خلونا نفتح اول سلاح. بسم الله، والله طلع لي سلاح وردي، يا رب يا كريم، يا الله قهر اعطاني ذا السلاح. اول حاجة على طول كذا بسم الله ما مداني، على طول طلع لي السلاح الوردي، طلع لي هذا السلاح المخيس. خلونا نقول بسم الله، جرب الحظ، يا رب سلاح وردي، يا رب تكفو. والله غبنا. المشكلة ما أقدر أستعمل مفتاح يعني علشان يضبط لي الوضع، عرفتوا؟ فخلونا نشوف، يا الله يا كريم. طب أقلها سلاح ملون، كلها أسلحة عادية، طلع لي هذا وذا، كلها أسلحة عادية. يلا بسم الله، يا رب سلاح وردي، يا رب. احمر احمر احمر، يا الله طلع لي العين. يعني اول ثلاثة اسلحة مخيسة هذه اللي جتني. حظي خايس. ان شاء الله بس يطلع لي شيء يستاهل، يا رب يا كريم. حلو اخضر. الحمد لله بدا الوضع شوي يتحسن، طلع لي سلاح اخضر، حلو جميل، اللي هو السكين هذا، ممتاز والله حلو. بطل. اوكي خلونا الحين يا جماعة خير نجرب نشوف الحظ، لعل وعسى يعني. حلو 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 حلو، ازرق جميل جميل، هذا اللي طلع لي، لون السلاح وردي لكن القوة حق اللي هو السماوي هذا الازرق. بسم الله نشوف، يا رب يطلع لي سلاح وردي، تكفون يعني ارجوكم، والله يعني ترى انا من زمان اخي القهر، والله ما طلع لي سلاح وردي. فتحنا الحين 7 صناديق، سمي بالله ونقول يلا خلونا نبدا. بسم الله، يا رب سلاح وردي. حلو هذا مو عندي. جميل، الأسلحة اللي طلعت لي 1 2 3 4 5 6، يعني باقي 1 2 3 4 أسلحة، عفوا، وهذا لا هذا طلع لي 4 أسلحة باقي ما جت. يلا بسم الله، يا رب سلاح وردي، يا رب. هذا عندي
اوف هذا ايش؟ وات؟ هذا اقدر اشتريه ب50,000؟ ما اظن. 50,000 والله كثير. طيب هذا ايش السالفة؟ ودي اجرب. اوكي تير 1 طلع لي هذا وهذا. جميل. 600 يساوي تير 1. يور تير 2. قوله لا يا حبيبي والله لا 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 برجع للصندوق العادي افضل. احس كذا نفس بحس اني بخسر نفسي كثير. يلا مو مشكلة بسم الله ان شاء الله يطلع لي سلاح وردي، لكن للاسف اعطاني هذا السكين المخيس. ان شاء الله يعني بعدين اسوي عليه مسابقات اعطيه حسين وعلي وبيان. يعني حسين وعلي وبيان استنوا ان شاء الله في قريب باذن الله فيديو ان شاء الله اذا كانوا فاضيين. ليتس جو يلا نشوف شو السلاح. حلو هذا السلاح مو عندي بس انه عادي. 1 2 3 4 هذول جو. 5 6 7 8 لا باقي ثلاثة ما جو. اوكي بسم الله ان شاء الله. يا اخي اعطوني الاحمر بعدين اعطوني الوردي تكفون. ايه سكين هذا المخيس اول سكين جاني. يلا عوافي ما راح نزعل يا جماعة الخير. الوضع يعني والله انه يزعل بس ان هذا السكين ما هو عندي اخيرا جاء. باقي عندي هذا المسدس وهذا السكين. ان شاء الله بس يطلع لي سلاح وردي تكفون. اعطونا سلاح وردي يا جماعة ارجوكم يعني تكفون. اخضر يلا ما عليه. بسم الله وعلى بركة الله. الحين ننطلق يا اخوان ونشوف. كلها اسلحة عادية ما في شيء يا جماعة الخير. الى الحين فتحنا 16 صندوق بسم الله. ونشوف الحين يعني شوفوا انا بقول لكم شيء يا جماعة الخير. ادري ان السلاح اللي جاني مخيس ما نختلف احنا على هذا الشيء. لكن السلاح الوردي طلع لي في اول محاولة لي والى الحين ما شفته. احمر اوكي احمر ثاني احمر ثالث. اخر شيء اعطوني رمادي مخيس والله قهر. حتى السلاح الوردي ابي نظره يا اخي. هذا السلاح الازرق اللي لونه وردي يا اخي يخرشني كل شوي. طيب بسم الله. هذا رقم 20. يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم. بغيت حلو بس باقي لي السلاح الوحيد اللي هو الاحمر. السلاح الوحيد الاحمر وبقفل بجيب كل الاسلحه اللي جتني. هذه بيبقى لي السلاح الوردي عاد ما اظن يجيني لانه صعب يا جماعه الخير انتوا عارفين. اوكي يا جماعه الخير نشوف رقم 21. يا رب يا كريم يا رب احمر اقلها عشان خلاص احس اني سويت انجاز. ابي اللون الاحمر عشان احس اني سويت انجاز. يا الله يا رب يا الله يا رب. كلها اسلحه عاديه لكن عوافي. كم وصلنا الحين؟ بنفتح الصندوق رقم 23. احمر احمر اوكي الحمد لله جاني السلاح الاحمر ممتاز والله انه جيد. الحين انا قفلت على كل الاسلحه اللي موجوده هنا يعني باقي الاشياء اللي راح افتحها تجي على الحظ. هل بيجيني سلاح وردي؟ هل راح يظهر ايها ولا الله اعلم. يلا بسم الله نشوف رقم 24. يا رب يا كريم يا رب يا كريم تكفون سلاح وردي كذا صدموني يا اخي. ماشي يعني هو شوفوا هو لما ظهر السلاح الوردي اول مره كانت العجله تمشي بسرعه ما لحقت ولا شفت كيف شكله. نشوف رقم 25. اوكي رقم 25 وللاسف يعني قلنا 4000 وحاجه. نكمل يا رب. لا يا اخي والله هذا يخرشني كل شوي يا اخي. يلا عوافي مو مشكله. بسم الله نظره بس ما نظره ابغى اشوف السلاح الوردي نظره بس يعني لا تعطوني اياه بس نظره يعني. شوف رقم 28 بسم الله على بركه الله. احمر احمر طيب اعطوني احمر. الاحمر كان قريب والله. بسم الله على بركه الله بسم الله. طيب يا اخي الله يعطيك العافيه انت لونك وردي بس يا اخي والله انك تخرش. يلا بسم الله انبوكسنج هاتوا السلاح الوردي. اعطوني سلاح مخيس قالوا لي هذا تستاهل وكثير عليك. يا الله يا اخي والله قهر والله قهر. باقي اخر صندوق يا جماعه الخير اللي هو رقم 32 بسم الله. حتى نظره يعني والله حتى نظره ما شفت. اوكي يا جماعه الخير شريت ب 4000 قلت خليني اكمل لعل وعسى ممكن يعني اشوفه.
سمي بالله طبعا ب 4000 العمله اللي هي تقريبا حول كم، مو ما اتوقع انها غاليه، رخيصه ما حسبتها بس انها مي بغاليه. يلا نكمل بسم الله. الى الحين حتى ما شفنا السلاح الوردي ولا، يا اخي تكفى نظره بس نشوف هذه عين وكذا يعني نظره. بقى عندي 3000 وتحت الحين 34 صندوق، شوف رقم 35 ليتس جو. طيب اقلها شوي يعني دفوها شوي خلوا الاخضر يجيني. ما في مفاتيح، نكمل بسم الله. اوه مرتين، والله مرتين يا جماعة الخير السلاح الوردي مرتين. اخ يا الغبنة، اخ يا الغبنة، والله ظهر مرتين وجنب بعض. هذا الحظ اللي ما راح يجيني مستحيل، ولا راح يوقف عنده. يا الله يا جماعة الخير يا الله مرتين مستحيل، والله مستحيل مستحيل. اتوقع انه مسدس والله اعلم، والله ما ادري هو سكينه ومسدس، بس يا اخي شكله والله فخم. هذا كل شوي يطلع لي يا اخي الازرق اللي لونه وردي يخرشني. اخ يا الحظ. خلصت فلوسي؟ اي والله خلصت فلوسي، فتحت 39 صندوق ولا سلاح وردي، بس طلعت لي كل الاسلحه الحمد لله على كل حال، يعني قدر الله وما شاء فعل والحمد لله. يعني شدينا حيلنا يا جماعه الخير، حاولنا استطعنا بس ما استطعنا. فهذا هو تحديث الهالوين وهذا الاسلحه الموجوده. فاتمنى هذا الفيديو يعجبكم، اتمنى تدعمونا باللايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا جرس التنبيهات، وانشروا هذا الفيديو في كل مكان. الله يسعدكم حبايبي. نهايه كل فيديو احب اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.